الدوري يضم 28 فريق مقسمين غا سبعة مجموعات وخونا ود غنهاية إن شاء الله زار تجار قصرية الناظور جمعية كفا مخدرات. الدوري يعدو بخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد الماحي في اللجنة اللي نظمتها الدوري ديال شهر رمضان اللي نظمته جمعية الشباب الخيري التضامن الاجتماعي بمشاركة 28 فريق، والحمد لله وصلنا دابا النهاية بين فريق القيصارية وكفا مخدرات اللي كتجرى اليوم، والدوري تجرى في 26 يوم في هذا الشهر المبارك. Let's go!